ازاي الفترة اللي جاية بالنسبة لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك كان عنده مباراة يوم 2 يناير مع سيراميكا، سيراميكا. وبعض مباريات هذه الجولة اتأجلت منهم مباراة الزمالك وسيراميكا. شايف ازاي الفترة دي يستفيد منها نادي الزمالك؟ هو تعال قبل الفترة دي نقول ان الحمد لله، وبنقول للمعتمد جمال وجهازه الفني جود لك يا معتمد، عاملين حالة كويسة جدا. تعال اتفق ان على الاقل معتمد لعب حوالي 5 أو 6 مباريات سواء في الدوري والكونفدرالية، كسب حوالي 3 ماتشات، خسر مباراة اللي هي المصري، اتعادل المباراة. يعني الايجابيات اكتر في الفترة اللي فاتت. في الكونفدرالية لازم نأكد على الايجابيات، ان نادي الزمالك ما دخلش فيه ولا هدف في الكونفدرالية. ما تقوليش ان الفرقه ضعيفه، ما من الممكن الفرقه اللي قصادي تبقى ضعيفه، لكن انا من الممكن اكون انا كمان اضعف، او انا مش احسن حاله من الفرق ديت. وبالتالي الفتره اللي فاتت بنقول للمعتمد بسم الله ما شاء الله، بدايه ممكن ما تكونش افضل حاجه او احسن حاجه، ولكن هي بدايه موفقه للي فات. الفتره اللي هي بتاعت سيراميكا وتاجيل المباراه وتستنى اول مباراه هتلعبها بعد البطوله الافريقيه في شهر فبراير، اكيد دي مدياك لونج تايم، مديك فتره كويسه جدا 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 لمعتمد ان هو يقدر يعمل العجينه زي ما هو عايز، يقدر يفصل القماشه زي ما هو عايز. خد بالك يا احمد، انت ممكن تتابع فرقه من بره، لكن لما تدخل بقى في وسط الفرقه لا، بتشوف حاجات تانية كتيره جدا. وبالتالي ان الفتره اللي موجوده ديت لا، معتمد جمال ان شاء الله وجهازه الفني قادر على ان هو يعرف نقاط القوه نقاط الضعف. لو هو عنده فكر معين، عنده رؤيه معينه، لا الفتره الزمنيه مؤهله لاي جهاز فني ان هو يقدر يحط البصمه بتاعته ان شاء الله. لكن كابتن معتمد لعب 7 مباريات، 7 مباريات دول 4 في الكونفدراليه ومباراتين في الدوري ومباراه في كاس الكاس مصر. مع بيراميدز اول مباراه كانت في الكاس، يمكن هو طلع واتكلم عنها بشكل بصراحه كل الناس احترمت اللي هي بيراميدز، تصريحاته انه بعد المباراه قال انا ما اشتغلتش فني، انا بقالي 48 ساعه بس، تمام. انا اشتغلت على الجانب المعنوي وشحنت طاقه اللعيبه، واللعيبه اشتغلوا بشكل جيد جدا، وده دور اللعيبه والجمهور اللي كان في المدرجات. عدى ماتش بيراميدز، وصلنا لنهائي كاس مصر عن النسخه الماضيه اللي هتتلعب ان شاء الله السنه اللي جايه نهائي الكاس بتاعها. لعب 4 مباريات في الكونفدراليه، لعب 3 مباريات فاز فيهم، لعب مباراه تعادل فيها، ولعب مباراتين في الدوري فاز في واحده على فيوتشر وانهزم في واحده من المصري. لو بنقيم رقميا الارقام دي مع نادي الزمالك قبل كابتن معتمد جمال، احنا ما عملناش مثلا 4 كلين شيت مظبوط، ولا 5 كلين شيت مظبوط من 7 مباريات مظبوط، وده رقم محترم جدا ورقم مظبوط كويس جدا. شايف ازاي الاضافه اللي اضافها في الجوانب الدفاعيه لنادي الزمالك كابتن معتمد جمال؟ بالظبط. بص يا احمد، تعالى اتفق على ان كلمه تغيير لها احداثيات، كلمه تغيير لها مبادئ. إذا كنت بتغير حاجة، إذا كنت بتغير حاجة، فأنت بتشوف التغيير ده عمل إيه. لو نفس المشكلة حصلت بعد التغيير يبقى أنت ما غيرتش، أو التغيير رايح للاتجاه السلبي. لو الحاجة اللي أنت غيرت بسببها راحة للناحية الإيجابية، يبقى أكيد التغيير اللي أنت عملته تغيير إيجابي. زي ما أنت بتقول كده، الفترة اللي هي قبل معتمد، لا الأداء الفني ما كانش أحسن حالة، النواحي الدفاعية ما كانتش أفضل حاجة، النواحي الهجومية ما كانتش أفضل حاجة، المكسب لو كان بيجي كان بيجي بصعوبة جدا جدا جدا. اللعيبة نفسها في الملعب انت مش عارف الزمالك بيلعب ايه، سواء في الناحية الدفاعية او في الناحية الهجومية. يعني الزمالك فقد الهوية بتاعته، ودي اكبر مشكلة تواجه اي فرقة احمد، ان هي تبقى بلا هوية. دي مشكلة كبيرة جدا. هي مش فكرة هوية، لان الزمالك دايما عمره ما بيتنازل عن فكرة الهوية دي. ممكن في فترة من الفترات انت ممكن تبعد عن الشكل المعتاد، تمام، لان اسم نادي الزمالك هو اللي بيدي هويه لاي لاعب بيرتدي تيشرت نادي الزمالك مهما كانت امكانياته تمام الفنيه. تمام. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن 4 مباريات في الكونفدراليه، ما دخلش فيك اهداف مباراه في الدوري بتاعت فيوتشر، فانت عندك 5 مباريات من اصل 7 مباريات ما دخلش فيك اهداف. تمام. وسوريو لم تنتهي اي مباراه تحت الاداره الفنيه لاسوريو سوى والنادي الزمالك بيستقبل هدف. بالظبط. ما هي ده 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 دي الهويه اللي انا اقصدها يا احمد، اللي هي ايه؟ انك زي ما انت بتقول كده، ان عملت نادي شكل الزمالك دفاعي يعني. بالظبط. ان نادي الزمالك يعني لما يجي فيه جون، يبقى مثلا نقول كل 4 5 مباريات يبقى فيه جون يجي، دي نسبه مقبوله جدا. لكن اسوريو يعني كان الزمالك دائما وابدا بيتقبل اهداف، وكان من الممكن النتائج توصل ان تخرج بالاهداف ديت نتيجه سلبيه على نادي الزمالك، ولكن احنا مش عايزين
عايزين نفكر في الماضي، مش عايزين نتكلم على اوسوريو قوي زي ما عايزين نتكلم على معتمد ونديله دفعه معنويه هو وجهازه الفني. زي ما انت قلت ان يبقى في اربع مباريات، وبرضه انا باكد ماليش دعوه بالخصم مين، من الممكن يكون الخصم ضعيف وانا في حالي مش افضل منه او انا اضعف منه، وبالتالي انا ماليش دعوه، انا داخل في مسابقه، هم دولت اطراف المسابقه بتاعتي مش انا اللي اخترتهم، ده الاتحاد الافريقي هو اللي مصنف الفرق ديت، تبقى فرقه ضعيفه، فرقه متوسطه، فرقه قويه، انا ماليش دعوه، المهم انا فين من وسط الفرقه دي. فلما اكون متصدر ب 10 بونت وكسبان 3 مباريات وكلين شيت في 4 مباريات ما دخلش فيا هدف، لا كل الحاجات دي تحسب للكابتن معتمد وتحسب للعيبه برضو، وبنقول لهم يا جماعه احنا مستنيين منكم لسه كتير جدا جدا. احنا اذا كنا بنقول هي دي البدايات فبنقول بدايات مبشره ان شاء الله، لايه؟ للي جاي. لكن احنا ما عملناش حاجه، انتوا لسه ما عملتوش حاجه، انتوا نادي الزمالك احنا ما خدناش بطوله ولا اتنين، لا احنا موقفنا في الدوري مش افضل حاجه. الكونفدراليه بسم الله ما شاء الله متصدرين، كلين شيت 4 ماتشات، 0 اهداف علينا، عندنا حوالي 6 اهداف، لكن احنا لسه طمعانين طمعانين فيكم وفي قدراتكم وقدرات الجهاز الفني بتاعكم.